إذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم في مساء المنافسة الرائعة في ختامي المرموم لهذا الموسم، في انطلاقاتنا وتحدياتنا هنا في منصة المرموم. سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في تتويج الفائزين في أمسية هذه الليلة، بينما نأتي إلى التتويج الأول ضمن سباق ولي عهد دبي، حيث يأتي الشوط المخصص للزمول المحليات مع الخنجر والمليون ونصف درهم، مع الملبي لحمد بن غانم بن حمودة الظاهري يستلم من مهرجان ولي عهد دبي، هنا يستلم خنجر ملبي، هنا كذلك محمد المخيبي ومحمد بن راشد الزرعي، فرحين بهذا التتويج وبناموس ملبي حيث حضر بالمركز الأول وانتزع الناموس في مهرجان ولي عهد دبي. شكرا سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم على هذا التتويج لأبطال هذا السباق. بينما نبدأ في هذه الرحلة، رحلة النواميس والانتصارات، ليبدأ التحدي مع بداية مع هتاش صاحب المركز الأول في هذا اللقاء مع زمول الإنتاج هزاع بن حمد بوشريدة المري، منتزعا الشداد الذهبي للأشقاء في دولة قطر وأهالي الشحانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وتحقيق الرمز الثالث في هذا الموسم، هو تشريف من خلال المشاركة في مهرجان المرموم التراثي لينتزع الناموس في أشواط الإنتاج والمنتجين. تهانينا والناموس وسلام للبداية القطرية مع أشواط رموز الكبار في مساء هذه الليلة الكبيرة. أما مشاهدينا الأعزاء، نأتي مع فرحة تتويج في ملاقاة وتحدي هذا اللقاء بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن رايد المكتوم، كذلك المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، في لحظات التتويج والفرحة العارمة مع مالك هتاش بانتزاع هذا الرمز وانتزاع الشداد الذهبي هنا في ليلة الختام، ليلة المنافسة الرئيسية. بينما مشاهدينا الكرام، صاحب رمز المؤسس والوالد ينتزع اليوم هذا اللقاء ويذهب بهذا الشداد إلى أهالي الشحانية، بينما نذهب مع شوط بية وشوط الإنتاج والمنتجين من الحول، لتأتي بية لمكتوم بن محمد بن راشد بن غدير منتزعة وتضيف السيف الثالث في هذا الموسم لرصيدها، هنا محمد بن راشد بن غدير التبر منتزعا السيف وحاضرا بهذا السيف، كذلك راشد بن حمد بن راشد بن غدير فرحا بما قدمته بي في ميادين السباق، هنا كذلك الابناء بعدما استلموا سيف بي وسيف الوثبه وسيف مهرجان سيدي بو خالد، هنا سيف بي سيف الانتاج، هؤلاء الشباب فرحين بما حضروا وسلالة الشباب التي صدحت في ميادين السباق منذ الصغر. من خلال المنافسة نبدأ كذلك مع أشواط الزمول المحليات الأصايل، ونذهب إلى متعود علي بن حمد بن مقارح المري، حيث تعود على كسب الناموس وانتزاع الشداد الذهبي من ميدان المرموم، محققا بذلك وصافة أخرى ورمز آخر في مشاركاته في ميادين السباق. بن مقارح انتزع الناموس وحقق المركز الأول، تكلل بالنجاح في هذه المشاركة. هنا في انتظار بن مقارح، بينما نسير مشاهدينا الكرام إلى تتويج ومتابعة هذا اللقاء، نذهب إلى بندري ونوايا حيث حققت المركز الأول وضيف الإنجاز الثاني مع شداد المحليات الأصايل سالم بن حمد بن دري الفلاحي، يأتي الشبل في هذه اللحظة منتصرا وحاضرا بالمركز الأول، حاضرا مع نوايا، يتفضل في هذه اللحظة أبو حمد باستلام شداد نوايا بناموسها المستحق، كذلك بحضور سهيل بن حمد بن دري لانتزاع هذا الرمز وللمشاركة في هذه الفرحة ضمن عزبة بن دري الشبل وأخوانه في هذا الملتقى.
هنا سهيل بن حمد بن دري يستلم الخنجر، خنجر المحليات الأصايل من الحول المحليات. هذه المشاركة إذا مشاهدينا الأعزاء في هذا الملتقى، هنا كذلك سعيد وسهيل وسالم فرحين بإنجازاتهم المستمرة في ميادين السباق. كذلك يأتي هنا سالم بن حمد أو حمد بن سالم بن دري، وكذلك ذياب ومحمد. هنا سعيد بن دري الفلاحي الجريء يستلم هذه الخنجر في فرحة الناموس وفي فرحة الذهب، ليلة الختام في مهرجان المرموم التراثي 2023. من خلال هذه المشاركة كذلك مشاركة الأشقاء هنا والأبناء في هذا المحتفل وهذا الرقي الكبير. شكرا نادي دبي لسباقات الهجن على إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة وبالفرحة وبمشاركتهم هذه الأفراح الكبيرة المستمرة. هنا كذلك خليفة بن سالم بن دري الفلاحي وإخوانه في هذا المساء. نذهب إلى المهندس حيث في صورة من خلال هذه اللحظات الكارية، لكن نذهب إلى لحظات التتويج، لحظات المشاركة الأخرى. وهنا المهندس في لحظة فوزه وناموسه واستعداده مع بندقية الزمول في هذا اللقاء. يذهب المهندس بناموس هذا الشوط، يذهب مودعا كذلك ميادين السباق وهو بطلا من أبطال مساء هذه الليلة. من سلالة شاهين الظبي، وهنا يأتي سالم بن راشد بن غذير حاملا هذه البندقية الذهبية. يأتي كذلك راشد بن سعيد بن راشد حاملا السيف الذهبي، حاملين هذه المشاركة في رموز هذه الليلة. سالم بن راشد بن حمد بن غذير ومحمد بن راشد بن غذير وأنجالهم الكرام في قلب الحدث. هنا بتتويج من سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، فرحين دائما باستمرار إنجازاتهم ومشاركاتهم في هذا الميدان وكذلك مشاركاتهم في كل الميادين، مشرفين دولة الإمارات بالمشاركات العملاقة. بينما نذهب إلى لحظات الفرحة الأخرى وفرحة السيف للأشقاء في دولة قطر مع انتزاع الظبي لسيف الختام، سيف المرموم الختامي 2023. الظبي منصور بن محمد بن منصور الخيارين، تهانينا والناموس يا مالك إعلان، تهانينا والناموس لغانم بن منصور الخيارين. وهنا تأتي مع سلالة السليماني وانتاج النخلي منتزع الناموس غانم بن منصور الخيارين وأنجاله، وهنا محمد أو منصور بن محمد بن منصور الخيارين كذلك فرحا بهذا الناموس، فرحين بالأبطال دائما بسيف الشرف وسيف الانتصارات وسيف المشاركات القوية. هنا كذلك صورة تذكارية مع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم وبوجود كذلك تبر راشد محمد بن راشد بن غدير فرحا مهنئا هؤلاء الأخوة بناموسهم المستحق. شكرا سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، شكرا كذلك سعادة علي بن سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، شكرا لكل الحاضرين، شكرا لكل من تابع هذا السباق، شكرا لكل الأحبة الأكارم في مساء كبير، في مساء فرح من خلاله الكل في انتصاراتهم وتميزهم عن البقية في أشواط الرموز.